ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. من الأهداف هنا، وهي من آثار التقوى، والتقوى مستمر ذكرها في جميع أهداف الحج، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، حسم الاجتهادات الشخصية في المناسك الشرعية، حسم الاجتهادات الشخصية في أصول الأمور الشرعية، فمصدرها القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم. فليس لأحد أن يجتهد بأن يأتي بدين جديد أو منسك جديد، إنما هو من عند الله عز وجل.